بيقول عندي A negative 2 and 5 B 1 and 2 and C. أنا عايز بقى أثبت إن البوينت اللي هما السايدز دول perpendicular. عشان أجيب perpendicular لو برر كنت أجيب الفيرست سلوب والسكند سلوب تمام وهيكونوا ايكوال. أما في البربنديكولار هيبقوا الاثنين إيه؟ هيبقوا الاثنين تايمز دي نيجاتيف 1 وعندي كمان بوينت اللي هي دي كمان مشتركة بينهم. تعال نجيب السلوب بتاع الـ AB يبقى نكتبه كده في الامتحان سلوب ايكوال على M ايكوال طبعا M الـ AB. طبعا كل مره نكتب الحاجات اللي هي الفورمولا y2 minus y1 over x2 minus x1 الحاجات دي ما نزقش منها لانها هي مهمه جدا. كل حاجه كل ستيب عليها مارك فنكتبها عشان ناخد الماركس. ونيجي نعمل سبستيتيوشن برده ما نحلش على طول, نكتب له بقى ان احنا y2 minus y1 يعني تبقى 2 minus minus 2 يعني plus 2 تمام, والاكس هتبقى 1. لا لا الواي كتبتها غلط, 2 minus 5 الواي هتبقى 2 مع ال 5 2 minus 5 واللي تحت بقى هتبقى 1 minus plus 2 وتبقى 1 plus 2. هتلاقي الإجابة عندي إيه؟ نيجاتيف نيجاتيف 1 نيجاتيف إيه؟ 1 هي نيجاتيف 3 over 3 يبقى يكون نيجاتيف 1. إيه؟ هنجيب السلوب بي سي ايكوال طبعا نكتب الفورمولا, نكتب بقى الطبيب بتاعها هيطلع الاجابه ايه؟ الاجابه خلاص هتطلع 1. الاجابه هتطلع 1. فلما نقول له بقى ام الاي بي سينس ملتبلاي السلوب بتاع البي سي ايكوال نيجاتيف 1 يبقى زين اي بي بيربنديكولار البي سي. You understand? Next question. Prove the straight line which passes through point اللي عندي 2 point فاجيب منهم اسلوب اكيد, وعندي هنا بيقول لي perpendicular to the straight line في عندي ثيتا equal 135. فهنجيب السلوب بالبوينت وهنجيب السلوب الثاني بالثيتا والاثنين هيكونوا تايمز بتاعهم نيجاتيف 1. فالام الاولانيه ام 1 هنسميها ام 1 تطلع بكام بقى؟ 1. وام 2 هنجيبها بقى بالتان ثيتا هي تان 135 تطلع بكام بقى؟ نيجاتيف 1. نيجاتيف 1 لما اعملهم تايمز هيطلعوا نيجاتيف 1 وكده بيبقوا هما بيربنديكولار. اوكي نيجي بقى نكمل. عندي فيه بقى اي ستيب بقى اي خطوه او بقى ليفل في الليسون اللي احنا بنكمل فيه. مستر كان فيهم ورك تاني. فيهم ورك تاني. هو ايه؟ كان تراي برضه. تراي تو؟ اه تراي تو. اوكي تراي تو. تو بيقول AB is diameter تمام find the coordinate of M try to prove برضو. عندي L1 و L2 مديني البوينتس بتاعتهم عايز ان هما بارلل. هنجيب السلوب بتاع الاولاني ونجيب السلوب بتاع الثاني. طلع كام الاولاني اللي هو L1؟ 2 2 L2 2 برضه 2 برضه. فنقول بقى سينس M1 ايكوال M2 زين 2 بارلل 2 ستريت لاين ار بارلل. بعد كده عندي بقى النمبر 2 فيقول لي عندي ستريت لاين AB بارلل X اكسس خلاص وال A وال B اهي. فعايزين بقى ال Y هنجيبها ازاي بقى ال Y؟
طيب لما احنا قلنا برر الاكس اكسس، السؤال ده مهم قوي قوي قوي، ما اقول برر الاكس اكسس يبقى السلوب بيكوال ايه؟ السلوب بتاع اكس اكسس؟ لا، لما يقول لي عندي ستريت لاين برر الاكس اكسس، يعني لو قال لي A B parallel X axis يبقى افهم كده السلوب بتاع ال AB المفروض يطلع ايه؟ المفروض يطلع زيرو. مش احنا خدنا اي، قلنا اي ستريت لاين برر الاكس اكسس سلوب ايكوال زيرو، لو كان بيربنديكولار يبقى undefined. يبقى انا فهمت بقى من الجمله دي الجيفن ده ان الام السلوب بتاعهم ايكوال زيرو. طيب نيجي بقى نعمل سبستيتيوشن، انا عندي بوينت A يبقى الام كده ال AB ايكوال y2 ماينس y1، يعني بقى ايكوال ايه بقى؟ y ماينس 4 من فوق، y ماينس 4 ولا ماينس نيجاتيف 4 هتبقى y، يبقى y بلس 4، واللي من تحت بقى تبقى نيجاتيف 2 ماينس 5. نيجاتيف 2 ماينس 5 يبقى نيجاتيف 7. نيجاتيف 7 دول هما الاثنين ايكوال ايه؟ زيرو. زيرو. اوكي، اي حاجه ايكوال زيرو معناها اللي فوق ايكوال زيرو مش اللي تحت. يبقى y بلس 4 ايكوال زيرو، يبقى بلس 4 هي اللي ايكوال زيرو، يبقى ال y ايكوال ايه بقى؟ نيجاتيف 4. نيجاتيف كلير، واضح. طلع بيج نمبر 130. بيج 130 فيها ريمارك، تيجي شوية احنا مش هنحفظه، احنا نفهمه ونشوف هنستخدمه في ايه. انا بعته لكم دلوقتي على الواتس عشان اللي مش عارف طلع الصفحة. بعد تراي 3 على طول بيقول ايه بقى الريمارك ده؟ يلا كده نقرا مع بعض. اول حاجه بيقول ايه؟ لو احنا remarks دي to solve the problems on quadrilaterals، عشان نحل الكوادريلاترال، أول حاجة to prove that the quadrilateral is triangle، لو احنا عايزين نثبت إن الكوادريلاترال ده triangle we prove that، احنا عايزين نثبت بقى إيه؟ two opposite sides are parallel and the other sorry مش triangle trapezium، لو احنا عايزين نثبت الشكل اللي قدامنا trapezium، يعني لو جه قدامك وقال لك proof إن ده trapezium، يعني A B سي دي، لو احنا قال احنا عايزين نثبت ان ده ترابيزيوم جيب لي البوينت بتاعتهم كلهم. فانت كل اللي عليكي بس ان احنا محتاجين حاجه واحده بس، هنجيب الاي دي، هجيب السايد بتاع الاي دي، تمام، هجيب الاسلوب بتاع الاي دي، اوكي، وهنجيب الاسلوب بتاع البي سي، تمام، وهما الاثنين بقى هيطلعوا ايه؟ parallel، يعني يطلعوا الاثنين زي بعض، يعني يطلع ده ايكوال ده، خلاص هما الاثنين يطلعوا نفس الرقم. ده في حاله ايه بقى؟ لو احنا عايزين نثبت ان الشكل قدامنا ترابيزيوم. خلاص بعد ما نرسم رف كده على جنب ناخد بقى السايد، والسايد هيبقوا الاثنين ايه؟ هيبقوا الاثنين parallel، تمام، ونوت ايكوال يعني كمان parallel، ونطلع الديستنس بتاعتهم، نطلع الاي دي بكام، وهنطلع البي سي بكام، هنلاقيهم كمان نوت ايكوال، تمام. طيب ممكن يكون الاثنين التانيين، يعني ممكن يكون الاي بي والسي دي ممكن هما الاثنين بارلل، هنضطر نطلع بقى الاسلوب بتاعهم كلهم بقى، خلاص، والاقي ناخد بقى كل اثنين تايمز، لو طلعت نيجاتيف 1 يبقى دول بارلل،
لو كانوا تايمز ودينا حاجة تانية بقى يبقى هم مش هم احنا اللي قصدنا. اوكي ده بالنسبة لمين؟ للترابيزيوم. يبقى الترابيزيوم بيتحل بايه؟ بيتحل بالسلوب تمام، ويتحل كمان بالديستنت، يعني نستخدم في السلوب والديستنت مع بعض. بعد كده تاني حاجة بقى عايز احنا عايزين نسبة بقى ان الشكل اللي قدامنا باريلوجرام. استخدم ايه؟ انا عايز دلوقتي ان عندي باراليلوجرام A B C D ليها كذا طريقه بقى. فنمبر 1 بيقول لي H to opposite side are parallel، يعني لو جبت السلوب بتاع يبقى H to opposite side are parallel، يعني لو جبت مثلا هنا M سميت دي M1 بتاعها وجبت M2 بتاع ده هلاقي M1 equal M2. بسكت لا هجيب M3 و M4 يطلعوا برضو ايكوال. وكده انا بقى خلصتها، مش محتاج حاجه تانيه، مش محتاج ديستنت. او each two opposite side are equal، يعني هطلع بقى ال AD ال AB دي نمبر 1، يعني ممكن نحلها كده، يعني الحل بتاع دي اللي ادي حل اهو. في حل تاني بقى ان انا بطلع بقى ال AB الديستنت بتاعتها عليها ايكوال الدي سي، وكمان معاها برضو هلاقي البي سي ايكوال الاي دي. ده حل تاني، يعني ممكن احل بالحل الاولاني ممكن احل بالحل التاني. نمبر 3 two opposite side are parallel and equal. فالحل التالت بقى ان انا هطلع اتنين سايد بس، يعني مثلا اختار الاي بي هيكون ايكوال الدي سي، وهيكون كمان السلوب بتاعهم ايكوال، يعني الام بتاع الاي بي السلوب بتاع الاي بي ايكوال السلوب بتاع الدي سي. وكده برضو يبقى انا خلصت الحل تمام. طيب في حل كمان رابع، كله ده ينفع نحل بيه بارلوجرام، يعني في الامتحان لما يقول اثبت ده بارلوجرام ممكن تحل بالحل الاول الثاني الثالث الرابع، تختار واحد فيهم خلاص الاسهل ليك تحل بيه. اخر حاجه بقى the two diagonals bisect each other، يعني الدياجونالز دي bisect each other، يعني عارفين فاكرين كنا هنجيبها ازاي؟ هنجيب الميد بوينت، الميد بوينت الميد بتاعت الاي سي، واجيب الميد بوينت بتاعت البي دي، وليهم هما الاثنين ايه؟ نفس الميد بوينت. فالبارلوجرام بقى ليه كام بقى؟ ليه 4 سوليوشنز، ليه اربع حلول بقى تمام. اسهل حاجه ليكم نمبر 2 تمام، اسرع حل اسرع واحد فيهم تمام اللي هو نمبر 1، نمبر 4 اسرع حاجه تمام. نمبر 3 يعني بيخلط شويه لان هيبقى في ديستانس وهيبقى في ايه؟ وهيبقى في سلوب، يعني حاجتين خلاص. اللي يحب يحل بقى ب 1 ماشي، 2 ماشي، 3 ماشي، 4 ماشي، as you like. اوكي فالترابيزيوم ليه 1 سوليوشن، البارجرام 4 سوليوشنز. دي بقى طبعا احنا المفروض ناخد باراليلوجرام ونعمل نجيبه بالاربع طرق بقى خلاص. طيب دلوقتي انا عايز اثبت بقى ان الكوادريلاترال ريكتانجل او رامبوس او سكوير، اعمل ايه بقى؟ عندي حاجتين، عندي الريكتانجل ليه حلين، لو انا عندي ريكتانجل ممكن اختار له حاجه من الاثنين. الحاجه اللي احنا عارفينها الاول اللي هي لو عندي A B C D انا محتاج بقى اطلع ايه بقى؟ بطلع كنت ال 2 adjacent side are perpendicular تمام. ال سي بي ايكوال ال اي دي وال بي سي ايكوال ال اي بي، فعندي ال اي بي
كانت ايكوال للدي سي تمام، وكان عندي كمان البي سي ايكوال للاي دي. برافو عليك. وكمان كنا بنطلع بس مش اسكت كده بس، كنا بنطلع كمان الدياجونال كانوا بيطلعوا ايكوال. فكنا بنكمل بقى بنقول اي سي كمان ايكوال بي دي. ده حل، احنا كنا بنحل بالطريقه دي صح. في حل بقى تاني جديد نقدر نحل بيه، اللي هو ايه؟ اللي هو انا جبت سلوب بتاع اي اتنين جنب بعض هيطلعوا بيربنديكولار، يعني دول كده 90. فلو جبت السلوب بتاع الاي دي، يعني جبت السلوب بتاع الاي دي وجبت السلوب بتاع اي واحد بقى اللي هو اللي فوق او اللي تحت الاي بي، لو عملت الاثنين تايمز هيدي النيجاتيف 1 خلاص. يبقى تاني حل بقى بطلع اي اتنين جنب بعض بقى، يعني الاي بي مع الاي دي او الاي دي مع البي سي، المهم اي اتنين بقى يكونوا عاملين 90، ويكون بقى السلوب بتاع اي اتنين فيهم تايمز بيدينا نيجاتيف 1. طيب ده حل تاني. في حل تاني، الحل التاني اللي هو زي الاولاني خالص، احنا بنطلع الدياجونالز بيكونوا ايكوال تمام. يعني لو انا طلعت الدياجونالز بس ولقيتهم ايكوال فده كده ريكتانجل. اوكي، يعني مفيش حد الدياجونالز ايكوال غير اتنين بس، الريكتانجل والسكوير. فشور بقى ما دام هما الدياجونالز ار ايكوال يبقى كده خلاص ريكتانجل. لو محتاجين بقى نثبت ان هو سكوير يبقى لازم السايدز كلها يكون زي بعض. فكفايه بس لو انا طلعت الدياجونالز ايكوال بس، يعني طلعت الاي سي بس والبي دي بس طلعتهم وطلعوا ايكوال، كفايه ده حل، مش محتاج اجيب اي حسابات تاني. اوكي، فالريكتانجل كده اسهل بالدياجونال. طلع الدياجونالز، لان هو في الامتحان مش هيجي يقول لنا بقى استخدم السلوب ولا استخدم الدياجونالز ولا استخدم السايد از يو لايك، فانت تستخدم الدياجونالز اسهل حاجه. نيجي بقى الرمبس. الرمبس هو باراليلوجرام بس ايكوال سايد، كل السايدز ايكوال مع بعض، يعني هو بالظبط زي الباراليلوجرام. يعني ده كده باراليلوجرام تمام. لو عملت السايدز كلها ايكوال بعض، يعني خليتهم كلهم زي بعض كده تمام، يعني اللي فوق زي على الجنب زي كلهم كده، فده كده رمبس خلاص. اوكي، يعني خليت كل السايدز قد بعض، يعني ده قد ده قد ده قد ده كده باسمه رامبس. اوكي، بس مش الرامبس هو سكوير بس الدايجونالز بتاعته نوت ايكوال. واحنا ما نقدر نعمل ديفينيشن للرامبس من اي حاجه، يعني نقدر نقول هو ريكتانجل بس كده بس، طبعا مش عارف ايه هو بارلوجرام بس ايه هو سكوير بس ايه، يعني نقدر نعمل ديفينيشن من اي حاجه خلاص. فهو اسهل حاجه ليه هو بارلوجرام تمام، بس تو ادجيسنت سايد ار ايكوال، يعني هو باراليلوجرام بس الادجيسنت سايد ار ايكوال عشان تريح دماغك خلاص. او هو سكوير تمام بس الدياجونالز نوت ايكوال. اوكي، نيجي بقى الرمبس. لو طلعنا بقى اثنين سايد بس ايكوال بس يكونوا جنب بعض، يعني طلعنا الاي بي يبقى الحل الاولاني. طب نطلع الاي بي ايكوال الاي دي، لو طلعوا دول بس ايكوال تمام يبقى كده ده ايه رام، بس مش محتاجين اي حاجه تاني ولا دياجونالز ولا اي حاجه. اوكي، ليه بقى؟ لان مفيش حد ايكوال خالص السايدس ايكوال غير الرامبس والسكوير، فلو طلعناه ايكوال خلاص كده رامبس. بقى محتاجين بقى نكمل بقى نثبته ان هو سكوير، يبقى هنكمل حاجه ثانيه. يبقى انا لو تو ادجيسنت سايد ار ايكوال ذات انف از رامبس، يعني كده خلاص كده ده رامبس. طيب ممكن احل بايه تاني؟ بالسلوب. ازاي بالسلوب؟ انا عندي بقى بيقول لي الرمبس الدياجونز بتاعته بتكون بيربنديكولار، يعني لو جبت السلوب بتاع الاي سي والسلوب بتاع الدي بي هلاقيهم هما الاثنين 90، يعني هما الاثنين بيربنديكولار خلاص. يبقى تاني حل بقى للرمبس، اجيب بقى السلوب بتاع الدياجونز اللي هي الاي سي، وبجيب السلوب بتاع الدياجونز الثاني اللي هو البي دي، ولما اعملهم بقى مالتبلاي يطلع الحل نيجاتيف 1، وكده ده رمبس. كيف الرمبس بقى ايه؟ سهل قوي. فلما يجي بقى يدينا بقى رمبس وعايز يثبت بقى ان رمبس،
ممكن نحلها بالديستانس، نجيب الديستانس بتاعت الدياجونالز هيكون ايكوال، او نجيبها بالسلوب يكون السلوب برضو بتاع الدياجونالز بيكونوا ايكوال، يعني رمبس بيتحل بالدياجونالز بس. تمام؟ لا سوري، الدياجونالز والسايد، يعني احنا هنثبت بس من سايد ايكوال سايد والدياجونالز بس. نيجي بقى للسكوير. السكوير هو عبارة عن رمبس بس رايت انجل. تمام؟ يعني هو رمبس بس بنعمله رايت انجل، او هو ريكتانجل بس كله قد بعضه خلاص، او هو بارلوجرام. تمام؟ المهم السكوير كله قد بعضه، فده سكوير. اوكي، السكوير بقى عندي 4 سوليوشن، عندي اربع حاجات تقدر تثبت بقى ان ده سكوير. نمبر 1 يقول لي two adjacent sides are perpendicular and equal in length. يعني لو جبت بقى ان جبت ال AB equal ال AD يبقى كده رمبس، كده ايه؟ رمبس. بس هزود حاجه بقى ان هما 90، فلو جبت بقى اثبت ان ال AB perpendicular مع ال AD تمام، يبقى كده خلصت. طب اجيب البرمديكال ازاي؟ اجيب السلوب بتاع ال AB والسلوب بتاع ال AB، هنا دي ADNDDD والسلوب بتاع ال AD واعملهم تايمز يطلع نيجاتيف 1. تمام؟ يبقى كده ايه؟ كده خلصت. يبقى انا بقى في الرمبس بجيب بس الاثنين بس اللي جنب بعض بيكونوا ايكوال. تمام؟ وكمان بزود عليهم كمان السلوب بتاعهم يدينا بيربنديكولار. طيب ايه حاجه ثانيه؟ بروتوني ادجيسنت سايد ار بيربنديكولار اند اتس دياجونال ار بيربنديكولار. الحل الثاني بقى كله هنستخدم فيه السلوب بس. هجيب السلوب بتاع ال AD، يعني نسبه ان ال AB بيربنديكولار لا اما مع ال BC لا اما مع ال DA. ماشي؟ فنكتب مثلا DA، بجيب السلوب بتاعها. وكمان الدياجونالز اللي من جوه اجيب السلوب بتاعها، اجيب السلوب بتاع الاي سي واجيب السلوب بتاع البي دي واجيب هما الاثنين تايمز زد النيجاتيف 1، يعني هما الاثنين بيربنديكولار. يبقى انا الحاجه الثانيه بقى ممكن استخدم السلوب بس، سلوب تو سايد ادجيسنت. تمام؟ الاثنين جنب بعض اجيبهم هيطلعوا بيربنديكولار، والسلوب بتاع الدياجونالز هيطلعوا بيربنديكولار. يبقى الاولانيه استخدام سايد سلوب، تاني بقى سلوب سلوب. اوكي، نمبر 3 الحل الثالث اللي ممكن نثبت ان ده سكوير، يقول لي تو دياجونالز ار ايكوال لينث اند بيربنديكولار. ده هنجيب فيه ديستانت وكمان سلوب. هنجيب الديستانس بتاعت الاي سي هلاقيها ايكوال الديستانس بتاعت البي دي، لو هما ايكوال بس كده يبقى ده ريكتانجل. خلاص، هنزود حاجه من عندنا بقى عشان نثبت ان هو سكوير. يبقى هنجيب بقى السلوب بتاع الاي سي برده، وهيكون تايمز السلوب بتاع البي سي دي نيجاتيف 1، يعني هما اتنين بيربنديكولار. يبقى اول حاجه ممكن نستخدم الايكوال والبيربنديكولار، تاني حاجه ممكن نستخدم البيربنديكولار بيربنديكولار مع الدياجونالز والسايد، او ممكن الدياجونز بس واحد الاثنين ايكوال وكمان بيربنديكولار. الاولانيين كان خاصين بالسايد، يعني احنا هنا بنتكلم على السايد، ده بنتكلم على السايد بس، هنا بنتكلم على الدياجونز بس. هنا بقى استخدمنا سايد ودياجونال. نمبر 4 اخر حاجه بقى، تو adjacent سايد ار ايكوال ان لينث اند تو دياجونالز ار ايكوال ان لينث. هلاقي بقى ان في سايدز في دياجونالز، بس لو عندي تو سايد ار ايكوال، نمبر 4 تو سايد ار ايكوال، يعني اي اثنين بقى سايد جنب بعض بس مش قدام بعض، جنب بعض، يعني مثلا اي بي ايكوال مثلا البي سي كده خلاص. تمام؟
كده ده كده يبقى ايه رامبس. طب نزود حاجة بقى زيادة، هنكمل كمان ال diagonals are equal، يعني كمان ال diagonals equal اللي هي ال AC will be D. خلاص أسهل حاجة عندنا ممكن نستخدمها، طبعا كل واحد يختار براحته يعني، اللي هي نمبر 3. الدياجنوز بيكونوا ايكوال وكمان بيكونوا بيربنديكولار بس. خلاص ناخد طيب يلا كده كويز، كل واحد بيحضر بقى النوتس بتاعته. تمام، وعندي بوينت A نخليه كويز، نخليه تراي. لو عندي A 3 نيجاتيف 2 will be نيجاتيف 5 and 0 will see 0 negative 7 and D eight negative 9. عايزين بقى ايه بروف ال A B C D is parallelogram. عايزين بقى نثبت ال A B C D is parallelogram. Okay, try. شوف بقى كل واحد يختار، احنا قلنا بارلوجرام ليه 4 solutions، اختار واحدة منهم ونحلها. يلا كده كل واحد يختار بقى حاجة تعجبه بقى في البارلوجرام ويحل بقى، ولما يخلص يقول I am done. اوكي يلا انا مثلا فاضل لي خطوة واحدة. اوكي
خلصت. اوكي اوكي يوسف عمر ادهم خلصته؟ انا خلصت. يوسف خلص. اخترت ايه بقى؟ حليت بايه؟ اول واحدة طلعت انا حليت جماعة واي 2 بلس واي 1 اوفر اكس 2 ماينس اكس 1 مش بلس ماينس. يعني انت استخدمت الاسلوب مثلا بتاع اي اتنين قدام بعض يعني ولا ايه؟ طيب عمر اسلوب استخدمت ايه يا عمر؟ اسلوب اسلوب أدهم ماشي ريتاج استخدمت ايه؟ سلاب ايه؟ سلاب استخدمت السلوب ولا استخدمت ديستنت؟ لا السلوب ولا الميد بوينت؟ مش عارفة حاسة ان السلوب اسهل واحدة. طيب جبت السلوب بتاع مين؟ ال A B وال C D وبعدين طلع equal فهما كانوا اتنين barrel وال B C وال A D. الاسلوب بتاع ال A B أو مع مين بقى له؟ مع ال C مع ال C D. أو جبت الاسلوب الكلام بتاع ال A D وال B C بالبي سي. طيب طلعوا كام بقى؟ اي بي والسي دي طلعوا نيجاتيف 1 اوفر 4. اوكي والاي دي والبي سي طلعوا نيجاتيف 7 اوفر 5. اوكي بعد ما اقول دول بقى سنس اقول بقى ايه؟ زين ال AB parallel ال CD وال AD parallel ال BC بزين ال ABCD is parallel with one. اوكي اوكي او ممكن نستخدم ال distance نستخدم بقى اللي عايزين تستخدمه. ناخد بقى question تاني. هنجيب بقى ريكتانجل عندي ريكتانجل ايه 2 نيجاتيف 2 والبي 8 و 4 والسي 5 7 and D negative 1 1. عايزين بقى بروف ال A B C D is rectangle. بقى كل واحد choose as you like. احنا قلنا rectangle ممكن نحله
حاجتين، يا اما two adjacent sides are perpendicular. يعني نطلع بس احنا كنا محتاجين بس slope بتاع اتنين جنب بعض ويكونوا تم تفتحهم negative one، او two diagonals are equal in length، نستخدم في distance. يلا كده نجرب السلوب. هنجيب السلوب بتاع ال AB ده سايد. بس نعملها بالسلوب؟ نجيب السلوب بتاع برضه ال AB طلعت 1 ال AC طلعت negative 1. تمام. ال AD احنا عايزين الاثنين جنب بعض يكونوا السلوب بتاعهم. خلي بالكم احنا ممكن نجيب اثنين جنب بعض، ممكن نجيب اثنين جنب بعض يكونوا بيربنديكولار، تمام، والاثنين تانيين نوت بيربنديكولار، فكده يبقى الشكل بقى مش ريكتانجل. فاحنا نجيب السلوب بتاع اثنين جنب بعض، تمام، ونجيب السلوب تاني بتاع اثنين جنب بعض تاني ناحية تانية. يعني هنجيب ال A ال B مع ال A B C D، يعني نجيب الستوب بتاع ال AB وال AD، تمام، ويطلعوا بنيجاتيف 1. ونجيب كمان الستوب بتاع اثنين تانيين برضو، نختار اي اثنين تانيين خلاص، وليكن مثلا ال AB مع ال BC، مع ال BC يعني ال AB موجود عندي، اختار بجيب الستوب التالت اللي هو بتاع ال BC. يعني مش نكتفي بس واحده بس. انا جبت السلوب بتاعت اي بي والسي دي وطلع هما 2 1، والبي سي والاي دي طلع هما 2 نيجاتيف 1. تمام، احنا بناخد اثنين بقى عكس بعض، يعني ده 1 وده نيجاتيف 1، تمام، وده هيطلع نيجاتيف 1. اوكي، لا ده هيطلع 1. في كده اقول له ايه بقى؟ اقول له ان اي دي، يعني الاولانيين دول مع بعض، بعد ما اقول لهم كده اقول ان الاي دي يا مستر انا خلصت. ماشي، ال AB perpendicular ال AD، والتانيين بقى هيبقى ال AD ال AB برضه perpendicular ال BC، يبقى كده ده ريكتانجل. كده استخدمنا السلوب. اوكي، طيب هناخد ترابيزيوم. عايزين بقى نثبت الترابيزيوم. الترابيزيوم بقى مشكله بقى، احنا ما نعرفش مين السايد الار برر في الترابيزيوم، فهنضطر بقى نجيب ايه الاسلوب بتاع كل اثنين قدام بعض، تمام. هناخد هوم وورك. انت هو ازاي ترابيزيوم بيترسم؟ ايه ترابيزيوم ازاي بيترسم؟ يعني ليه رسمه واحده بس هي رسمه حاجه كسبتها اول مره؟ يا ريت. ايش الترابيزيوم ازاي يعني يترسم بالظبط؟ عشان انا بتلخبط. الترابيزيوم انت بترسمي اي اتنين برل، يعني في اتنين برل بس والتانيين لا. تمام، فاحنا بقى ما نعرفش مين برل.